تحية نضالية. اليوم احنا في وقفة احتجاجية ضد الزيادات المهولة في أثمنة المواد الأساسية. هذه صرخة ديال المواطنين، صرخة ديال البسطاء المغاربة اللي الكاهل ديالهم تتقل بالزيادات في الأسعار، اللي الكاهل ديالهم تتقل في الزيادات في المواد المرتبطة بالقوس ديالهم والقوس ديال أولادهم. هادو بهاد الزيادات إذا باغين المواطن يقسم القفة على جوج، يعني باغي الجن اللي ماجي كامل يمرض فقر الدم، الناس كاملة تعيشها بالخبز وتاي ويشربوا الماء ويسكتوا. حنا اليوم جينا نقولوا بأن راه ما ساكتينش، بأن صوت الاحتجاج كاين في الشارع وأنه غيبقى وغيستمر، وأن غادي نقولوا لا، ما كاين لا خنوع ولا عبودية ولا يصطموا علينا برجلهم. الاحتجاجات غادي تستمر وغادي تبقى إلى حين التراجع على هذه الزيادات. اليوم المغرب فيه مغربين كما دائما، ماشي اليوم عاد، مغرب ديال الناس الأقلية اللي كتنعم مع راسها ومضخمة وبخير وما خص خير وعندها الدنيا هانية. كاع إلا قلنا لهم الناس يا جوع يقولوا لنا ياكلوا بيمو ولا بيسكوي ولا شي حاجة. والمغرب الآخر المغرب ديال المغاربة الحقيقيين، مغاربة الشرفاء اللي كيخرجوا ويدمروا نهار كامل باش يدخلوا العوائل ديالهم ونفسهم والأبناء ديالهم اللقمة والرزق. إذا هاد المغاربة هادو هما اللي نزلوا علينا في كورونا، ونزلوا علينا بالإجراءات الكارثية اللي هلكت عدد القطاعات، هلكت عدد ديال البسطاء الباعة وديال الناس اللي عندهم المحلات وديال قطاعات الروينة، واليوم كيزيدونا بالزيادة في الأسعار. إذا الضغط هو اللي ضد الانفجار، واليوم هذه شرارة ضد الانفجار أخي. شكون اللي مسؤول على هذه الزيادات هذه؟ شوف، لما اول حاجه احنا ما كيهمناش يكون مسؤول على الزيادات، احنا كنعرفوا، ولكن اذا بغينا نقولوا الحكومه المغربيه لا تحكم، حكومه محكومه، هادو كيدخلوا الفلوس وكيعندهم المناصب وحكومه الواجهه، لا هي ولا البرلمان، لا ادوار لهم. التوجيهات والاملاءات تاتي من فوق، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي باغي المصالح ديال البرجوازيين، مصالح ديال الشركات، وعلي الدوله على اي حاجه واعطيهم يهلكوا في عباد الله. لهذا هادو سوريين، حنا ماشي زعما كنقولوا راه اغنوش عمله، انا راه كنبنكي راه نعمل نفس الشيء، وجا اغنوش ويطيحوا يعملوا انتخابات يجي واحد اخر يعمل نفس الشيء، اللعبه كامله فاسده. خي شنو الحل لمحاربه الغلاء؟ حنا بالنسبه لنا الحل، حنا ماشي في موقع المسؤوليه باش نقول لك انا سنتخذ سنقوم سنكذا سنكذا، حنا مواطنين ولا الشعب تمسينا بالغلاء. الحل بالنسبه لنا هو انا نخرجوا ونحتجوا ونرفعوا الصوت ديالنا تجاه السياسات الظالمه. هذا هو اللي كنعرفوه حنا، وذاك الساعة هما بينهم مع راسهم يشوفوا كيفاش يحلوها. هذه الحالة لا نقول كلالا، لا نقول زيادة.
الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.